اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقات النور. كما تعودنا وابتدينا قلنا ان سيدي ابن عطاء السكندري وشيخ الاسلام محمد الغزالي في سلسله وهي احياء علوم الدين، وضع الحياه لعلوم الدين، رجوع الحياه وكانه حدث في فتره من الفترات فتور. وصلنا كما قلنا في السابق للصلاه. والصلاه معناها صله بين العبد وربه. واحد من معاني الصله، واحد من معاني الصلاة الدعاء، إن أنت بتدعي في الصلاة. ولذلك من أهم الحاجات، من لا يدعو الله يغضب عليه، من أهم الحاجات في الدنيا في العبادات هي الدعاء. فجمعت الصلاة عبادات كتيرة، اتكلمنا كده امبارح، فيها الحج وفيها الزكاة وفيها الصيام عن الكلام وفيها الدعاء وفيها الذكر، فيها حاجات كتيرة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر خطبة ليه: الله الله في الصلاة، الله الله في النساء، وربط المعنيين ببعض في المعاملات. اللي بيصلي كويس بيعرف يتعامل مع المرأة كويس. ليه يا ترى؟ يا ترى المعنى دي جه منين؟ وإيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده: الله الله في الصلاة، وبعدين يقول الله الله في النساء؟ اللي بيصلي كويس بيتعامل مع المرأة كويس إزاي؟ واحد من معاني الصلاة العطف، الانعطاف. الانعطاف، هنقف بس عند الحتة دي، مهمة جدا. الانعطاف معناه إن أنا بدني جسمي وانعطف كده حنانا كده إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن في حركة من حركات الصلاة موجودة في اليوجا، أنتوا عارفين، اللي هي حركة السجود، ده بيسموها حركة الجنين في بطن أمه، التكور على نفسه، ده الإنسان اللي بيتكور على نفسه وكأنه حاضن أمه. ففي معنى من معاني الصلاة العطف، الانعطاف، الحنان، انك بتحاول تصل، تربط صلة بينك وبين الله لتصل الى درجة الاسم الله الحنان المنان، ان يحن عليك في الصلاة، ان تصل الى هذه الدرجة في الصلاة، فتصل لدرجة الحنان الكامل من الله، المن الكامل من الله، الانكسار الكامل الى الله. يبقى خلي بالك، واحد من معاني الصلاة ايه؟ الصلة. والمعنى التاني ايه؟ الانعطاف. الانعطاف اللي هو الانسناء ده، وكأنك بتاخد وضع طلب الحنان من الله، طلب العطف من الله. خلي بالكم، ده المعاني دي معاني جميلة جدا، سواء في الركوع أو في السجود. بداية الركوع إنك بتركع كده، وزي ما قلنا معناها فيها انكسار، والانكسار كده إلى الله قمة العزة. خلي بالكم يا جماعة، الله سبحانه وتعالى أحب الخلق إليه كلمة عبد. أحب خلق إليه كلمة عبد. أحب من الملائكة، وأحب من الجن الطائع، وأحب من السماوات والأرض والعرش والكرسي. وأكثر إنسان وأكثر خلق تمثل في العبودية وانحنى إلى الله تمام الانحناء، وانكسر إلى الله تمام الانكسار، هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو أحب خلقه إليه. قلنا الحكاية دي، وانت لما بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه بتزيد صلتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايز تبقى نفس القريب من منزلته صلى الله عليه وسلم. كلما زاد انكسارك وانعطافك الى الله، كلما زاد حب الله اليك. طيب، وايه اول درجه انكسار؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الركوع. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. صلاه المسلمين فيها الركوع ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يركع، يركع ركوع المنعطف المتذلل الى الله المنكسر. فكان لو وضع عليه اناء منقلب من اعتدال ظهره، مش اللي هو بيبقى كده شويه كده زاويه، لا، اكيوت كده، يبقى 90 درجه فعلا. فكان لو وضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم اناء منقلب، فكان يحسن الرجوع صلى الله عليه وسلم. وفي الركوع بنقول سبحان ربي العظيم زي ما انتم عارفين، لكن زي ما قلنا امس بتتشبه بالملائكه، سبوح قدوس رب الملائكه والروح. فيبتدي نور بقى يصل الى قلبك، ما تنساش ان الملائكه خلقت من نور، فالنور يصل الى قلبك وانت بتقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح. ليه دي كلمات الملائكه؟ والناس عرفت منين دي كلمات الملائكه؟ في سوره البقره لما قالوا له: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، سبحان الله من لا ينبغي التسبيح إلا إليه.
يعني كلمة سبحان الله دي معناها ايه؟ من لا ينبغي التسبيح الا اليه، ما فيش واحد في الدنيا بتسبح بحمده، لا لا ما فيش كده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طيب في بقى حاجة مهمة جدا، وهي ايه؟ كلمة انعطاف دي او عطف اللي قلناها معنى معاني الصلاة، بتخلق الجسم كله في حالة خشوع، بتحط الجسم في كله في حالة خشوع. خشوع يعني ايه؟ يعني ارتباط شديد بالله. خشوع يعني ايه؟ ادراك انك في الصلاة، انت عايز ان كل اعضائك تدرك انها في الصلاة. فبص ده دعاء مهم مأثور، زي ما قلنا كده ان واحدة من معاني الصلاة معناها ادعي لي، صلي لي، دي معنى من معاني اللي الناس بتقولها في بعض الثقافات، معناها ادعي لي. طيب بص كده الدعاء ده ايه؟ اللهم اني ركعت لك، اهو انا ركعت ماشي وامنت بك. وبعدين في صيغه بقى مهمه جدا في الدعاء ده، اللي هي بدا بدايه الخشوع، خشع الي، خشع يعني سكن، يعني سمع، يعني طاع، يعني انكسر، يعني مركز. عشان كده ناس كتير جدا بتشتكي من قله الخشوع في الصلاه، لان الموضوع عايز ايه؟ هدوء، الموضوع عايز تركيز. حتى لو انت هتقول سبحان ربي العظيم مره واحده، ولو هتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح مرة واحدة، بس تقول الذكر ده مهم جدا، خشع إليك سمعي، فأنا ركزت، ممكن أسمع، ممكن أسمع كلماتك يا رب، وبصري ممكن أشوف. فاكرين سيدنا بلال؟ فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينيه ولا ينام قلبه وبينام في الجنة صلى الله عليه وسلم؟ فاكرينه لما شاف الجن؟ فاكرينه صلى الله عليه وسلم لما شاف الجنة؟ فهي دي العبد الرباني، اهو هيتخلق جواك العبد الرباني، اللي هو الحديث بيقول ايه؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعوذنه. ماشي، وقلنا في ختام الحديث ده ايه؟ ثم يصير عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. شوف صناعة الخشوع، شوف النور والأنوار في صناعة الخشوع. خشع إليك سمعي وبصري وعقلي وعظمي وعصبي، كل حتة في جسمي خاشعة إليك، سامعة، مطيعة، منكسرة إليك. أنا جسمي كله في حالة خضوع، وده معنى من معاني الخشوع. أنا جسمي كله في حالة خضوع تام، في حالة خشوع تام ليك. واحدة من معاني الركوع الجميلة جدا، إن وضع الركوع ده موجود في حيوانات كثيرة، خلق من خلق الله كثير في وضع الركوع ده، أو في وضع الانسناء ده، ما بيقوموش كده. وربنا جعلك قائما، عشان كده لما بتقيم من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده، وبتقول صيغة الحمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولذلك القيام من الركوع محتاج حمد. في 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 فقه الذكر لمحمد الغزالي، شيخنا محمد الغزالي المعاصر، فقه الأذكار، الأذكار فقهها ايه؟ ايه فكر حركات الصلاة كمان؟ فقهها يعني معناها ايه؟ فواحد من معاني الصلاة لما بقوم من الركوع بحمد ربنا ان انا مش راكع طول الوقت. بحمد ربنا ان انا راكع ليه هو بس، مش راكع لحد تاني. فبتقول هنا الحمد، بس في صيغة مش كتير مركزين فيها، سمع الله لمن حمده. احمد ربنا واطلب اي طلب، كن على يقين انه مستجاب. وصيغة الحمد، صيغة الحمد فيها حاجة مهمة جدا ومؤثرة، ان كل واحد فينا عنده صيغة حمد مختلفة. هي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا ملء السماوات والارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. صح، في صيغ كثيره للحمد، لكن انت عندك طريقتك انت في الحمد. ربنا اداك ايه الحاجات اللي عايز تحمد عليها؟ وخلي بالكم قيد النعمه الشكر والحمد. عايز تربط النعمه في ايديك ما تروحش منك الشكر والحمد. ممكن في الصلاه، طبعا في صلاه التراويح او في صلاه يعني سنه عشان تطول يعني براحتك، ممكن تقعد كده تذكر الحمد، تحمده على ابوك وامك، تحمده على 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 علمك، تحمده على شكلك، تحمده على الاسلام وكفى بها نعمه،
تحمده على حاجات كتير، على عينيك، على صحتك، على قوتك، على حاجات كتير جدا لا نحصي ثناء عليه، انت كما اثنيت على نفسك. ليه بقول كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في حدث ايام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بيهم جماعه، وقال سمع الله لمن حمده، فواحد من الصحابه قال ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ودي ما كانش النبي معلمها لهم. خلاص؟ فلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال مين قال كده؟ فالناس خافت. زي ما الناس كتير بتبقى خايفه ان دي تكون بدعه او حاجه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لا، يعني أنا استحسنتها ورأيت 31 ملكا، ملك من الملائكة، يتبادرون أيهم يكتب أجرها أو ويحملها إلى رب يطلع بيها السماء يعني. فمين اللي عمل كده؟ واحد من الصحابة قال أنا يا رسول الله. يبقى إذا صيغة الحمد دي صيغة مش ثابتة. أه مهم جدا، أنا بعرف الصيغ المحمدية، الصيغ اللي كان بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ممكن أقول زي ما قلت لكم كده، أجيب كشكول ولا على الموبايل واكتب كده كل يوم، والله قيد النعمة اللي بيربط النعم الشكر الحمد. وخلي بالكم الجملة دي مهمة جدا، احنا بنقولها كده في الصلاة، بنقولها في اليوم اللي محافظ على الصلاة، ادي 4 في الظهر و4 في العصر و3 في المغرب و4 في العشاء و2 في الفجر. شوف كم مرة بتقول سمع الله لمن حمد. طب انت مركز؟ لا انا مش مركز. ايه؟ لا، سمع الله لمن حمد يعني ايه؟ اول ما تحمد يسمعك الله. انت متخيل يسمعك الله؟ يعني تبقى قريب من الله جدا. فبعد الحمد ولذلك صيغه الدعاء ايه؟ انك تحمد ربنا في الاول وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خلي بالك ليه سمع الله لمن حمده؟ هي اللي تربط النعم. خلي بالكم الاحوال متغيره يا جماعه، مفيش حد يقدر يثبت حاله. يعني يعني كبير كده قدي عارف ده، كل في 5 6 سنين 10 سنين الحال بيتغير تماما. فنفسك ما يتغيرش عليك الحال غير الا لاحسنه. بص الدعاء ده، يا مغير الحال والاحوال غير حالي لاحسنه، ما يتغيرش عليك لاسوأه، ما صحتك ما تضيعش، فلوسك ما تروحش منك، علمك ما يقلش. فتعمل ايه؟ الحمد. النور كله من الحمد، قيد النعم كلها من الحمد. فسمع الله لمن حمده دي بكلمة عظيمة، كلمة عظيمة. بعد الخشوع التام ده، وان كل الاعضاء خشعت الى الله سبحانه وتعالى، لو قلت الحمد لله، وزيك في ناس بتدعي هنا، الامام الشافعي شايف انه من سنن الفجر الصبح، صلاة الصبح من سنن ان القنوت في الفجر لازم اعمله يوميا، دي الشافعية شايفين كده. فانا بقول سمع الله لمن حمده عشان اخترنا احسن وقته، وبعد سمع الله لمن حمده وبعد الخشوع الكام من الركوع، كل بعد ما جسمي كله بقى خاشع، راح محضر لستة ادعيه او لستة حمد في الاول كده، وبعدين راح داخل على الدعاء، تستجاب الدعاء. واحد من ابواب النور القيام من الركوع والدعاء بعد القيام من الركوع. واحد من ابواب النور قولك الى ربك خشع اليك سمعي وبصري وعقلي وعظمي ومخي، ويبتدي الجسم كله يخشع. اذكار الصلاه مهمه جدا، حاول تدور عليها وتحفظها وتقولها وتركز فيها، مره في مره يحدث الخشوع. بكره نشوفكم مع نور جديد من الانوار.